السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي عفوا ومدعمي قناة فتح حسن تيرف وفتح حسن، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك. نتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. تحية لجميع أخواتي إخواني المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيومون اي لو بونجور ا تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية كذلك الجالية المغربية اللي كيدعمونا وكيشجعونا، كنقول لكم شكرا 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 بزاف على الدعم وعلى التشجيع ديالكم للقناة والأخوكم فتح حسن. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنشطو كنضحكو كنفوجو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصلو فيها الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستفدو فيها معنويا قبل ماديا. اللي أول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل زر الجرس بالكل باش يوصلو منا كل جديد. مزيدا من الدعم القناة ديالكم أخواتي إخواتي أخواتي إخواني، مزيدا من الدعم، مزيدا من التشجيع. القناة مازال كتحتاج دعمكم وتشجيعكم، كيف ما كتبخل عليكم بأي حاجة، ما كتبخلش، كتوصل لكم المعلومة بكل صدق وبكل أمانة بعد يعني جد واجتهاد، كتوصل المعلومة وكتجيبها لكم على طبق من ذهب، يعني هي بيدها كتسلكم الحق، والحق هو أنكم تدعموها بالجيم وبالبارتاج وبالكومنتير زوينين. كي داز نهاركم البارح؟ واش كانت الأمور مزيانة؟ كانت شي بركة؟ راكم شتو البارح لابواط نوار كانت جد جد ممتازة، كانت فيها 12 و96 و7، يعني كانت واعرة لابواط نوار. لا ديرنيير مينوت كان 10 ما جاش، لان كيف ما قلت لكم الا كان بيان بريباري راه غيكون يقدر يغاني، ما كانش بيان بريباري، كان دوزيام كورس دو ريميز ديالو كما كنت قلت لكم، ما جاش. مي لو نيف جا لو شوفال اكونباني كان لو نيف جا، بالنسبه لي سوبليمونتير كان عندنا 12 وال 11 جا لو 12. لا سيليكسيون كانت مزيانه، كانت فيها 7 و96 هما لي طروا برومي ديال لا سيليكسيون، و لو 12 كان هو لو 8 في لا سيليكسيون. دونك نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا وتكونوا خديتوا ما فيه النصيب. غادي ندوزو دابا ان شاء الله الكانتي ديال اليوم، يوم الاحد 13/21، اللي غادي يكون في باري لونشان في التيران ديال البارح نيت، غير المسافة اللي ماشي بحال بحال، وحتى الوصول راه مبدل على البارح. البارح كان طري السوبل، اليوم راه ما غادي يكون اكثر من طري السوبل، حنا غادي نوصلوا ليها. دونك لا ريونيون اه كورس 4 لو 5 اي ديكلاري نون بارتون. هاد لو 5 مولاه عنده 3 ديال الخيل، ولو 5 كان يعني كانت عنده حظوظ كبيره باش يكون في لاريفي اليوم، ما عرفتش حيدو واش البروبريتير ديالو ولا لونترينور ديالو، المهم على اي لونتوراج ديالو سحبو من هاد البري هذا اللي هو كبير وكانت عنده حظوظ باش يكون، ما عرفناش علاش غادي يكونوا سحبوه. مي الاحتمال ديالنا حنايا اللي غيقدر يكون تسحب عليه، ما يعني ماشي هذا غير احتمال، غيكون هو ليطا ديال الطيره، يعني 100% غادي يكونوا سحبوه على ود ليطا ديال لوسول، ربما غتكون مغيسه على لي زابتيتيد ديالو، والله اعلم، هذا غير احتمال ديالنا حنايا.
لانه كان بارمي لي شوفو اللي عندهم حظوظ باش يكونوا في لاريفي. بون سي دي بلا 2400 متر 2400 متر دي غازون. لو تيران غادي يكون كولون يعني لا بيست كولونت، وممكن توصل حتى للور. دونك لانديس بينيتروميتريك غادي يلعب ما بين 4.2 و 4.4. اذا غادي نقلبوا على لي شوفو اللي كيديروا الغيس، اللي عندهم لابتيتود الغيس لي ناجور. لا كورد غادا تكون ادروات، كانوا 15 بارتون وبقاو لنا 14، دونك 14 بارتون. الديبار غادي يكون 15:05، يعني 3 وقسم أو 3 وخمسة دقايق بالنسبة للتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بماليه. لا لين دروات غادا تكون زوينة، شكرا. لا لين دروات غادا تكون زوينة، فيها ما يدار، يعني غتعطي فرصة لي زاتونتيست اللي يشوفوا اللي كيبقاو اللور كيتسناو لا لين دروات، وكتكون عندهم لابتيتيد التيران لور او يعني مغيس، وعندهم السرعة النهائية، كتعطيهم فرصة باش يكونوا في لاريفي واخا يكونوا طواكر. دونك لا لين دروات كيف ما قلت لكم ممتازة، فيها 600 متر يعني نص كيلومتر، 100 متر راه كاينة مرة أخرى فرصة ليزاتونتيست. الملاحظة الأولى كتقول بأن لا كورس غدا تكون ديابوليك، انديس دو ديفيكولتي 9، كورسة غتكون حمقى، مؤشر الحماقة 9، وكيف ما كيعرفوا الناس المتتبعين ديال القناة والمشاهدين واللي فيدال ديال القناة، بأن ملي كيفوتنا المؤشر 8، ملي كيديباسي لانديس 8، كنلعبو بحيطة وحذر وذكاء ونمينيميزيو. دونك لعبو بحيطة وحذر ومينيميزيو. باش درجات الدقة تجي خفيفة، تجي غير في الكبوط من الفوق، طير الغبرة وتخلي لنا الحمى والعظيمة هانيين. غادي ندوزو نبداو المعلومات ديالنا ان شاء الله ديال الكانتي ديال اليوم. قبل ما ندوزو ليهم، ملي التذكير خوتي خواتاتي، شجعوا القناة ديالكم بالبصمة بالإعجاب بالجيم وبالبارتاج بلي كومونتير زوينين. كنتمنى ان كيف ما القناه ما كتبخلش عليكم، القناه كتجتهد، لا هي ولا ليكيب اللي كنشكرهم من هذا المنبر، كتجتهد وكتعب باش توصل لكم المعلومه بكل امانه وصدق. وكيف ما جرت العاده، حنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا، احنا دائما كنتمنوا الله سبحانه وتعالى يجعلنا مفتاح وسبب ربح لكم. وكما كنقول لكم غنكونوا جد سعداء، القناه كتسالكم حاجه وحده على هذا الشيء اللي كدير معكم، وهو الدعم بالتشجيع، والتشجيع بالبصمه بالاعجاب، لي لايك لي لايك، واللي عنده بوسيبيليتي باش يعني يشارك الرابطه ديالها او لوليان ديالها مع المعارف ديالو غيكون جد مشكور. وشكرا لكاع الناس اللي كتحبنا في الله واللي كتشجعنا وكتدعمنا، ونحن بدورنا نبادي لكم نفس الشعور. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين.
les quatre numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Yulf pour le même quintet du 3-10-2021 à Longchamp est comme suit. Arqam al-arba'a lil'ulba al-sawda' al-khassa بقناة فاتحة سانتيولف لخماسي يومه الأحد 13/21 كالآتي: 4 15 11 10 4 15 11 et 10. غادي نمشيو دابا la dernière minute. La dernière minute, le numéro 4. Raqam 4. Le cheval accompagné, le numéro 11. Raqam 11. Les supplémentaires, عندنا 3 et 13. 3, 13. غادي نمشيو دابا لا ميثود دي جور او الطريقه النهاريه. لا ميثود دي جور نو زادوني سولمون ان سول نيميرو. الطريقه النهاريه اليوم عطاتنا رقم واحد. بما انه دائم ملي كيكون رقم واحد كنقولوا يا ابيض يا سويد، يا يكون فلاريفي يا ما يكونش، ونتمنوا انه يكون ان شاء الله. وهذا الرقم هو رقم 15. اذا رقم 15 يا ابيض يا سويد، يا يكون في لاريفي يا ما تشوفوش. لو نيميرو 15 سوا ا لاريفي سوا اير. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لا شين. قبل ما ندوزو ليها عاود غادي نذكر الاخوان بلا جيم، شجعوا القناة ديالكم الله يجزيكم بخير. دونك لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لا شين فاتحة سانتيولف بور le quintet du 3-10-2021 à Longchamp est comme suit. Al-Arqam 8 li khumasi yawmihi 13/21 kal-ati: 10 11 4 15 3 13 8 6. Je répète, 10, 11, 4, 15, 3, 13, 8 et 6. بالنسبة للملاحظة الأخيرة ديال القناة، الملاحظة الأخيرة ديال القناة قبل ما ندوز ليها، كاينين واحد جوج النويطات غادي نقوله لكم، غادي ندوزهم ان شاء الله في الاخر ديال هذا الفيديو ديالنا. بون غادي نرجعوا للملاحظة الأخيرة ديال القناة. الملاحظة الأخيرة كتقول كتقول بأنه ليست هناك أي ملاحظة تذكر، ليست هناك أي ملاحظة تذكر.
إلى جا السويفي غيجيبو اللاب، جا الطوك اون تيت ولا نوتسايدر و الطوك اون دوزيام تروازيام بلاص غيجيبهم اللاب، أو كات سانك أو لا تروا كات ولا تروا سانك غيجيبهم اللاب. دونك بالنسبة للقناة ليست هناك أية ملاحظة تذكر. غادي نمشيو دابا إن شاء الله لواحد النويطة شوية غريبة كتقول لكم الربعة والخمسة والستة والسبعة والخمسطاش أسيرفيي. دونك لو كانز لو سانك عفوا ديكلاري نون بارتون، كتبقى لنا الربعة والستة والسبعة والخمسطاش كات سيس ست اي كانز أسيرفيي. دونك الربعة والستة والسبعة والخمسطاش تابعوهم وراقبوهم مزيان. غادي نمشيو للنميرو 15 رقم 15. هذا الرقم 15 كان هو لو نميرو 5 سوبليمونتي، مولاهم جابهم سوبليمونتي باش قلت لكم باش يشارك بهم في هذه الكورسة. هذه استقص حبلو 5 لاعتبارات ما هو اللي عارفها، ابقى لنا لو 15 سوبليمونتي. دونك اتونسيون، دونك اتونسيون او 15 راه سوبليمونتي. دونك خوتي خواتاتي الى هنا نكون قد انتهينا. من جميع المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا ديال اليوم عفوا، الله يسر الامور. الله يجيب تيسير، الله يجيب ياسمينة. دعواتكم لأخوكم فتي حسن كالعادة، الله يسر الأمور، الله يجيب تيسير، الله يجيب ياسمينة. ما تنسوش تدعموا القناة ديالكم بالجيم وبالبارتاج. الله يسر أموركم، الله يجيب لكم التيسير، الله يجيبها سمينة مرة أخرى. الله يوفق الجميع. إلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.
ههه